وانفخي في مشاعري مرح الدنيا، وشدي من عزمي المجهود، وابعثي في دم الحرارة تعلي أتغنى مع المنى من جديدي، وأبث الوجود أنغام قلب بلبلي مكبل بالحديد. فالصباح الجميل ينعش بالدفء حياة المحطم المكدود. أنقذيني فقد سئمت ظلامي، أنقذيني فقد مللت ركودي. ليلى اقعد كمل يا عم لطفي كمل. آه يا زهرة الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد، في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاعة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد، وربيع كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب السعيد. الله، مين اللي كتب الشعر ده يا عم لطفي؟ أبي القاسم الشابي؟ الشابي صلوات في هيكل الحب، مفيش أحلى ولا أرق من كده كلام. لا طبعاً فيه. فيه؟ اللي أنت كاتبه يا عم لطفي، إيه الجمال ده؟ بجد عجبك؟ عجبني؟ ده لازم مصر كلها تقراه مش أنا بس. والنبي بلاش المجاملة دي. لا بجد، أنا كنت ناوية أستلف اسم الكتاب أستعين بيه في البحث بتاعي، بس بصراحة بعد ما قريته طمعت. تعرف يا ليلى، أنا كانت أمنية حياتي الكتاب ده يطبع والناس كلها تقراه. دلوقتي خلاص مش مهم، أنت عندي أهم من الناس دي كلها. أنا النهاردة أسعد مخلوق في الدنيا. ما أنا شايفة كده برضو. أنت إيه حكايتك يا عم لطفي، بتحبه ولا إيه؟ إيه؟ أصل اللي يقرأ شعر على الصبح كده لازم يكون بيحب. مش شرط، لازم الواحد يحب عشان يقرأ شعر. يا بختك يا أم محمود. طب أنا عايزة الديوان بتاع أبي القاسم ده. ليه، بتحبي ولا إيه؟ مش شرط، هو لازم الواحد يكون بيحب عشان يقرا شعر؟ انا خايف عليك بس عشان المذاكره والامتحانات. لا ما تخافش على ليلى، انا بعد ما قريت التاريخ كما يجب ان يكون حبهرهم في الكليه. ان شاء الله ان شاء الله يا بنتي. نسى ليلى، انت مش محمود لطفي الجنايني، انت مرفوض لطفي الجنايني. ليه كده؟ عشان انت قليل الذوق. انا غلطت في ايه؟ ازاي تديني ميعاد وما تجيش؟ ده امتى ده؟ لا ده استعباط بقى. شوف يا استاذ، اللي قدامك دي قاريه 1000 كتاب، يعني ما يضحكش عليها. مش قلت لك عندي درس الساعه 4؟ ايوه قلت لي كمان اوعى تيجي. انت عبيط؟ هو انا لما اقول لك الساعه 4 اوعى تيجي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تيجي طبعا. بعدين انا داخله على امتحانات، لو سمحت ما تعصبنيش. انت متنح لي كده ليه؟ بص، يوم السبت عندي امتحان من 9 ل 12، عارف لو طلعت من اللجنه وشفتك هيحصل فيك ايه؟ هيحصل ايه؟ لما تيجي هقول. معقوله يا بنتي كده؟ مش تقعدي تفطري كده كويس قبل ما تروحي امتحانك؟ ما بعرفش اكل خالص وانا رايحه امتحان. بليز سيبيني يا ماما عشان مركزه شويه. ربنا معاك يا بنتي. ادعولي. وفروا لي انا الدعاء ده. بنتك يا ماما حافظه المناهج كلها. الو؟ اهلا اهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ الحمد لله. لسه ما خرجتش. ثانيه واحده. ليلى اشرف بيها التليفون. الو، ازيك يا اشرف؟ انا حبيت اقولك بس ربنا يوفقك قبل ما تروحي الامتحان. ميرسي قوي يا اشرف. لا معلش، انا وانا رايحه امتحان ما بعرفش اتكلم مع حد. باي. ايه ده؟ يعني ايه ما اعرفش اتكلم مع حد؟ ايه دي الذوق بتاعتك دي؟ راجل بيكلمك عشان يسال عليك الصوت دي بالشكل ده؟ سيبي البنت تركز في الامتحان اللي رايحاه. معقوله يعني الراجل سابر عينها كتير قوي؟ باي باي يا ماما. ايه يا حبيبتي مستعجله ايه؟ لسه بدري على الامتحان. عشان اخد على جو اللجنه وارجع شويه قبل الامتحان. باي باي. ربنا ينجحك يا بنتي، ان شاء الله يا رب كده اشوفك دكتوره في الجامعه. بالتوفيق ان شاء الله. صباح الخير. ايه ده عم لطفي الصبح كده؟
دي شويه اسئله واجوبه انا حضرتها لك، تراجعيها كويس قوي قبل ما تدخل لجنه على طول. وتعب نفسك وجاي لحد هنا مش عارفه اقول لك ايه، بس تقولي لي انك عملت كويس بعد الامتحان على طول. وحياتك اخلص الامتحان واجي عليك على طول، تيجي معايا اوصلك؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. خدي دي كمان حطها في جيبك. ايه دي؟ دي صورة ياسين. ميرسي قوي يا عم لطفي، انت جميل قوي. خلي بالك من نفسك. حاضر. مع السلامة، ربنا ينجحك. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا ينجحك يا بنتي. لسه باقي في الوقت كتير، راجع شوية. لا خلصت الحمد لله، خلص. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك ما تجيش؟ طمنيني الاول، عملتي ايه؟ انت عندك اب في شيء لله، تخيل جالي الصبح اداني شوية ورق فيه اسئلة واجوبة 90% منه جه في الامتحان. معقولة؟ ان شاء الله امتياز في الماده دي. بمناسبه الحل الكويس ده انا عازمه حضرتك على الفطار. فطار ايه ده بقى اللي بعد 12 ونص؟ ما انا ما اكلتش حاجه من الصبح، هتسيبني جعانه؟ خلاص بس بشرط واحد، انا اللي طبعا يا اخويا، امال عايز بنت اللي تعزمك؟ يلا بينا. هو ده اللي ميت من الجوع؟ قطمه واحده وبقى عصير؟ ده لو انت هتطلبي فتة الكوارع. هو انت وديتني محل فيه اكل وما اكلتش؟ يلا بينا حالا نطلع على الحسين. لا يا بابا، انا لازم اسيبك دلوقتي عشان اروح اطمن حبيبي. حبيبك؟ اتخضيت كده ليه؟ ايوه عم لطفي باباك. وانت زمانك دلوقتي كتبوك غياب في الشركه، هيتخصم منك شهر، يعني انا جاي عليك بالخساره. ولا يهمك، فداكي. ساعتك كام؟ الساعه 2. مالك يا سلوط في النهارده؟ مزاجك كده مش حلو. لا مفيش حاجه. انت فين يا ليلى؟ الساعه بقت 2. حليت زفت. ليه؟ هما جابوا لكم ايه؟ اصلي ركزت على اللي انت اديتهولي. ما جابوش حاجه منه؟ ايه يا عم لطفي مالك؟ كل اللي اديتهولي جه في الامتحان بالظبط. انت ايه يا عم لطفي، شيخ مخاوي؟ يا شيخه وقعت قلبي. يعني حليتي كويس؟ امتياز ان شاء الله. انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ ما تكونش فاكر نفسك المدير هنا ولا ايه؟ الورق اللي انا بعتهولك ما مضيتهوش ليه؟ لان دي سرقة يا استاذ سعيد، وانا مش حرامي. انت بتقول عليا انا حرامي ياض؟ مش انا اللي بقول، الورق اللي فيه سعادتك هو اللي بيقول. على اخر الزمن واد سنتيح زيك يقل ادبه عليا انا. احترم نفسك يا استاذ سعيد وكلم كويس. انت هتعلمني انا اتكلم ازاي يا ابد؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا محترمك بس لان ده مكانك العيب. بس مش عايز احسك منك له. في ايه؟ ما فيش حاجه. ما فيش حاجه يا محرم بيه. ما فيش حاجه ازاي؟ تعالوا المكتب ورايا. ايه ده؟ بضاعة لسه مستلمينها تطلع من المخازن لأنها تالفة؟ ازاي يا فندم؟ ازاي بضاعة لسه مستلمينها الأسبوع اللي فات تمنها فوق ال 800 ألف جنيه عايز تطلعها إنها تالفة عشان تبيعها بملاليم؟ هو
والله انا عبد المأمور، دي اوامر بيبرس بيه. بيبرس بيه؟ بيبرس بيه عايز يسرق نفسه؟ بعدين انت يا فندي، البضاعه دي تالفه فعلا؟ يا فندم البضاعه لسه في كراتينها ما اتفتحتش. اسمع انت بالذات مش عايز اسمع صوتك، انا حسابي معاك بعدين. انت تخرس خالص وما تنطقش، تبقى كذاب ومزور وبجح كمان. لو سمحت يا محرم بيه، انا ما اسمحلكش تكلمني باللهجه دي. اطلع بره يا ولد انت مرفوض. اسف يا محرم بيه، ما حدش هنا يقدر يرفدني غير المدير التنفيذي للشركه، بيبرس بيه صاحب الشركه مش حضرتك. انت بتقول ايه يا ولد؟ بقول لك ما حدش هنا يقدر يرفدني يا محرم بيه. اطلع بره يا كلب بره. بيبرس انت فين يا بيبرس؟ انا لازم اشوفك دلوقتي حالا، انا ماسك نفسي بالعافيه، انا كنت هرتكب جنايه النهارده في الشركه يا بيبرس، مش هينفع في التليفون. انت فين؟ انا في البنك. البنك بخلص شويه ورق كده. طب انا جاي لك دلوقتي حالا. لا تجي لي فين؟ انا هاجي لك على البيت. مع السلامه. هتروح تقابله؟ لازم، واضح ان في مشكله كبيره قوي في الشركه. بعد اذنك. بيبرس خلي بالك منه. قول لي بقى، انت صاحب الشركه دي ولا مالكش كلمه فيها؟ ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش انت اللي معيني؟ ايوه يا سيدي. ولما الواد الزباله اللي اسمه محمود يروح يزرني عند محرم بيه ويقوم التاني يصدقه ويرفضني ويطردني قدام كل العمال والموظفين اللي في الشركه، يعجبك الكلام ده؟ طب قول لي، قول لي بس ايه اللي حصل. انا لسه هقول لك اللي حصل، هيحصل ايه اكتر من كده. طب اهدى اهدى بس سعيد وانا هتصرف. ايوه انت لازم تتصرف، الواد محمود ده لازم يطرد من الشركه، وانا ترجع لي كرامتي قدام كل العمال والموظفين، والا شكلك انت اللي هيبقى زباله. خلاص بقى يا اخي، قلت لك هتصرف. وبعدين تعالى هنا، انت مختفي يعني بقالك فتره، ولا حد عارف يلاقيك، وقافل تليفوناتك على طول ومش معبر اي حد، في ايه يا بيبرس؟ مشغول يا اخي، مشغول شويه وعندي مشاكل كتيره مع ماما. ماما؟ والله يا ابني ماما دي ربنا يكون في عونها، انا عارف مستحمله اللي اسمه محرم ده ازاي. بقول لك ايه، ما تخليها تخلعه. الظاهر كده ان انا اللي هخلعه. ال 25000 جنيه دول؟ دول سعادتك كان بيبرس بيه سحبهم من حوالي 10 ايام وماضي على استلامهم. اهو. طيب طيب. وايه 350000 جنيه دول؟ بيبرس بيه استلمهم وناقص امضة سعادتك. المبلغ ده له أي علاقة بالشغل بتاع الشركة؟ لا، سعادة البي هو لحسابه الشخصي. حسابه الشخصي؟ 350000 جنيه لحسابه الشخصي؟ بيودي الفلوس دي فين؟ ده صاحب الشهر ده اكتر من مليون جنيه. مليون ومئتين وسبعين الف يا فندم. تحت امرك يا استاذ بيبرس. ايه اللي حصل ده يا محمود؟ انا قلت كل حاجه لمحرم بيه. ماليش دعوه محرم بيه، انا اللي عايز اعرف ايه اللي حصل. الموضوع واضح قدام حضرتك، استاذ سعيد كان عايز يمضينا على الترابيه بتاعه ايوه بتاعه البضاعه الجديده. وبعدين ايوه الظاهر ان حضرتك مضيت على الطلبيه ديت من غير ما تاخد بالك، او انك يعني. نعم يا اخويا، من غير ما اخد بالي يعني ايه؟ شايفني مسطول قدامك ولا ببرشم؟ لا يا فندم العفو. وبعدين تعالى هنا، انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ هو انت شغال هنا شؤون قانونيه؟ ازاي يا فندم، ده من صميم شغلي، انا هنا المسؤول عن اي طلبيه. خلاص يا عم خلاص، انا بقى عافيتك من المسؤوليه دي. ايوه يا عبد مقصود، خلص مستحقات محمود الجنايني، ادي له اخلاق طرف وخد منه عهدته فورا. اتفضل يا استاذ، انت مرفوض. لا يا استاذ عبد مقصود، محمود ما يمشيش، والكلام اللي انا بقوله يتنفذ بالحرف الواحد، والاستاذ بيبرس ملوش اي دعوه بالموظفين من هنا ورايح.
أنا المدير التنفيذي بتاع الشركة دي، ولما أقول يمشي بقى لازم يمشي، مفهوم؟ أنت إزاي يا فندي تفقد موظف من الشركة من غير ما تقول لي؟ أنا مش أفندي يا أستاذ محرم، أنا صاحب الشركة دي. اتلهي! أنت تعرف إيه في الشركة دي؟ أنا اللي عملت الشركة، ولا يمكن أسمح لشوية عيال إنهم يتحكموا فيها. طبعًا، وعشان كده رفعت سعيد مع إنك عارف كويس قوي إن أنا اللي جايبه. لأنه حرامي. ومحمود ده قليل الأدب، ده كان بيبجح فيا. بيبرس، محمود مش هيترفد. لا، محمود ده هيمشي من الشركة، وسعيد هو اللي هيستنى. بتتحداني يا ولد؟ أتحداك في إيه؟ الشركة دي شركتي أنا. أنت لسه فاكر نفسك واصي عليا ولا إيه؟ أيوه. لو عيل ومش عارف مصلحة الشركة يبقى لسه واصي عليك. أنا مش عيل، ولو مش عاجبك شغل اتفضل، الباب يفوت جمل، ممكن تسيب الشركة ودلوقتي حالا. أسيب الشركة؟ إزاي؟ أنت فاكر نفسك في الشركة دي لوحدك؟ تخيل إنك مالكش في الشركة دي غير شوية أسهم معدودة. ناهد وليلى لهم. ناهد دي تبقى أمي وليلى أختي، يعني حضرتك بقى مالكش أي صفة. هي وصلت الدرجة دي يا بس. طيب أنا هتصرف. اعمل اللي أنت عايزه. أنا لا يمكن أسمح لك إنك تغرق الشركة دي أبداً. عم مقصود، الواد اللي اسمه محمود ده يمشي من الشركة خالص، وسعيد يرجع تاني مدير للتوريدات، أنت فاهم؟ سامي. أيوة سعادة البيت. نبه على جميع أعضاء مجلس الإدارة إن عندهم اجتماع طارئ النهاردة. حاضر يا فندم. وبيبرس بين بلغوا؟ طبعاً بلغوا. لازم يكون موجود. بلغ كمان الأستاذ عبد المتعال المحامي إنه لازم يحضر الجلسة دي. ونبه عليه إنه يجي لي نص ساعة هنا في مكتبي على ميعاد الجلسة. محرم ليه؟ ما تضايقش نفسك أرجوك. بيبرس بين لسه صغير. بكرة يكبر ويفهم ويتعلم. ما تقلقش أرجوك. أنا مش قلقان يا عم سامي، أنا بس بشد له ودنه شوية عشان يتعلم. يا أساتذة، أنا جمعتكم النهاردة لمناقشة موضوع مهم جداً. ده اجتماع مجلس إدارة غير عادي لمناقشة أمور ما تستحملش التأجيل، لازم نناقشها فوراً. خير يا محرم بيه؟ أعتقد أن أنا كرئيس مجلس الإدارة أبقى الشخص الوحيد اللي مطلق الصلاحيات والسلطات المطلقة لاتخاذ أي قرار. أكيد طبعاً طبعاً يا محرم بيه. ده شيء أكيد يا محرم بيه. أنا لما اتخذت قرار بأن أنا أعين الأستاذ بيبرس الدميري مدير تنفيذي للمجموعة، كان قصدي أنه كمساهم في الشركة يقف معانا ويساعدنا، وده طبعاً لمصلحة الشركة. لكن للأسف حصل خلط بين رأس المال وبين الإدارة، ودي أكبر غلطة ممكن تقع فيها أي شركة. عشان كده زي ما خدت قرار تعيين الأستاذ بيبرس قدامكم وموافقتكم، في قرار تاني مش هتراجع عنه أبدا لازم أتناقش معاكم فيه. في إيه يا محرم بيه؟ حضرتك كده قلقتنا. أنا بقترح استصدار قرار بالاستغناء عن خدمات الأستاذ بيبرس الدميري كمدير تنفيذي للمجموعة، وإسناد مهام وظيفته لأي شخص تاني حضراتكم تختاروه، ده طبعا بعد موافقتكم. نعم. انت جاي هنا عشان ترفدني؟ انت ناس ان ليا اكتر من 50% من اسهم الشركه دي؟ لو سمحت اقعد ساكت خالص. اقعد ساكت ده ايه؟ احنا هنا في البيت ولا في المدرسه؟ مش من حقك ترفدني، انا اللي من حقي استغنى عن خدماتك. ما يصحش الكلام ده يا استاذ بيبرس، ده برضه في مقام والدك. يا جماعه لو سمحتم، لو سمحتم، الامور العائليه لا تناقش في مجلس الاداره. اوكي. انا بقى بطالب باجتماع طارئ للجمعيه العموميه لاصدار قرار بالاستغناء عن خدمات السيد رئيس مجلس الاداره. نستغنى ازاي عن محرم بيه؟ ده هو اللي شايل الشركه كلها على كتافه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ بيبرس؟
ما انا قلت الكلام ده من الاول، بقى حته عيل زي ده يتحكم في مصير شركه. لو سمحتم يا جماعه، لو سمحتم، احنا كده هنوصل لطريق مسدود. عشان كده انا بقترح ان الاستاذ عبد المتعال بصفته المستشار القانوني للشركه يقول كلمته ويدينا رايه. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم مع حضراتكم بدون اي تحيز وبكل وضوح، وانا بصفتي المستشار القانوني لمجموعه شركات الدينيري مش شايف قدامي غير طريقين. اولا عرض الاستاذ محرم رئيس مجلس اداره الشركه الحالي بيطالب فيه بالاستغناء عن خدمات الاستاذ بيبرس الدميري المدير التنفيذي للشركه حتى لا يحدث اي تضارب في القرارات الاداريه بينهما. واحنا طبعا كلنا عارفين مين هو الاستاذ محرم، الراجل اللي شال الشركه دي على كتافه وبمجهوده الكبير طوال السنين اللي فاتت خلى مجموعة شركات الدميري واحدة من أكبر الشركات في البلد. فعلا هو ده اللي حصل. العرض الثاني بيقدمه الأستاذ بيبرس عباس الدميري المدير التنفيذي للشركة، بيطالب فيه بإقالة الأستاذ محرم وتعيينه مستشارا للشركة بمرتب 7000 جنيه في الشهر، وبيطالب مجلسكم الموقر بالموافقة على تعيينه هو شخصيا رئيسا لمجلس إدارة الشركة. مش ممكن طبعا. لا يمكن يحصل تهريج. يا أساتذة قبل ما تستعجلوا وتصدروا قراركم أحب ألفت انتباهكم لأمر مهم وحيوي جدا لكل واحد فيكم. ما تنسوش أهمية وقوة كل عرض من دول. الأستاذ محرم اللي شال الشركة دي على كتافه، والأستاذ بيبرس المدير التنفيذي واللي يمتلك أكتر من نصف أسهم الشركة، وبإمكانه لو ما عجبهوش قراركم انه يلجا للجمعيه العموميه ويسحب الثقه من مجلسكم الموقر ويجيب اعضاء جدد. ايه ده الشركه كده هتقع؟ ده احنا اللي هنقع، وبعد السنين دي كلها هيركنونا على الرف. يا اساتذه القرار قراركم، والا بيبرس بيه هيضطر اسفا للجوء للجمعيه العموميه لحمله الاسهم. الحكايه عاوزه تراوي يا جماعه. جمعيه عموميه ايه؟ عموما انا بقول بيبرس بيه عنده حق. فعلا يا جماعه الشركه محتاجه الدم جديد. اعتقد ان الحكايه بقت واضحه، مش محتاجه رايكم ولا الاجتماع جمعيه عموميه. استقالتي هتبقى موجوده قدامكم بعد ساعه واحده بالظبط. ايش نفسك محرم بيه؟ هي الدنيا كده ولا رأي المثل؟ يا مربي في ولدك يا باني في ملكك. أرجوك ما تزعلش نفسك. أنا مش زعلان يا عم سامي، بالعكس أنا دلوقتي بس استريحت، يمكن عشان اكتشفت إن كل السنين اللي فاتت دي كانت مجرد وهم كبير. بس الشركة كده وقعت انهارت. متقولش كده يا عم سامي، ربنا يوفق بيبرس. خليك جنبه يا عم سامي. بعد اذنك.
شوف وشك بخير. اسمعوني يا جماعة، هي كلمة واحدة وما لهاش تاني. أنا ما عنديش هزار في الشغل. اللي هيشتغل في الشركة دي أهلا وسهلا، هياكل الشهد. اللي مش عايز يشتغل مع السلامة، والباب يفوت جمل. الشركة كانت ماشية بنظام قديم، نظام تقليدي وعقيم، ماشية بالبركة يعني. كل ده خلاص اتغير. من النهاردة 8 ساعات شغل يعني 8 ساعات شغل. مرتبات هتزيد والعلاوات والحوافز هتبقى الضعف. ألف ألف مبروك يا بيج سترايكس بوس. الله يبارك فيك يا سعيد. بقول لك إيه؟ احذفوا سامي في الأرشيف. يا مصيبتك السودة يا مهجة، قال المصايب لها ناس وعبوها لي في أكياس، يا شماتة الحارة المعفنة فيا، بقيت أعفن منهم خلاص. إيه يا ماما في إيه؟ بتزعقي كده ليه؟ إيه اللي أخرك يا عينيا؟ ها؟ دوري الجاي يا حبيبتي يلا، ما هي ضاقت ولما استكحلت ضاقت أكتر. قولي أنت يا محمود إيه اللي حصل؟ اترفدت من الشغل. رفضوك؟ ليه؟ قالك عرفتي؟ يلا يا اختي خدي وحيد وادخلي جوه. مش عارف يا ماما الاول ايه اللي حصل؟ رفضوك ليه يا محمود؟ احكي لها يا حوده، احكي للهانم الوزيره عشان تمسك المبين وتعمل مشيش، يعينوك على طول يا اخويا. افقعي مررتي يا بنت، ما انا مررتي خلاص نفذت على البنكرياس. خشي اوضتك انت دلوقتي يا لبنى، هقعد اتكلم معاكي بعدين. يلا يا وحيد. وانت هتفضل قاعد كده؟ ما تكلم كبير القعده سي محرم بيه. الراجل واقف معايا يا ماما، صاحب الشركه هو اللي رفضني. خلاص اشتكي في مكتب العمل يبهدلوه، هي فوضى وانا من ناحيتي هعمل له عمل، اخليه كل ما يمشي خطوه لقدام يرجع لورا، يعني لو رايح مشوار مش هيوصل ابدا. ده ابن الاستاذ عباس، هروح اشتكي ابنه يقول عليا ايه؟ الراجل هو اللي عيني. خلاص احكي له يشوف له صرفه مع ابنه. هو عارف يشوف صرفه لنفسه لما هيشوف لنا صرفه؟ والنبي يا ماما الراجل مش ناقص همه فوق همه. اما نشوف مين معانا ربنا بقى يا ابني، ما تشيلش هم. ايه ازيك يا استماجة؟ اهلا يا وش السعد. مساء الخير يا سي محمود. ازيك يا عم طه؟ خير، عايز ايه؟ خير ان شاء الله. نبى نقش عندك شوية ملح كده احسن لا مؤاخذة يعني، عقبال املتك بطبخ شوية مسقعة. مسقعة؟ أي اسقع من كده. حلو قوي، والملح ناقص شوية وما عنديش ملح. البرطمان ملح فاضي. حاضر، أنا عارفة أنت إمتى هتتصالح مع البقال. ربنا يكرمك ويجعل بيوت المحسنين عمار. سلامات يا سي محمود، إيه الحكاية؟ مش عوايدك يعني، إيه اللي جايبك بدري من الشغل؟ أصل تعبان شوية يا عم طارق. ألف سلامة ليك، والوالد فين أمال كده؟ هو إيه قطع بينا كده من غير لقاحم ولا دستور؟ بابا أصله بقاله كام يوم كده. أبوه مسافر، هات إيدك يا أخويا. مسافر؟ هو لحق؟ ده ما بيقعدش أبداً تنه مسافر على طول، مسافر فين بقى إن شاء الله؟ راح الصعيد، عاوز حاجة؟ راح يعمل إيه في الصعيد يعني؟ يشوف شغله، حاكم الواحد مننا لازم يشوف شغله، وملوش دعوة بالناس، ولا إيه يا فطيم؟ مش أنت تفهمها وهي طايرة؟ لا مظبوط، لازم يشوف شغله. آه اللي راح السعيد بقى عشان يجيب الورث بتاعه من هناك. صح، اديك جبت البير وقعدت على غطاه. يلا يا اخويا حل عننا بقى، حل عننا. ربنا يجيبك بالسلامه يا سلطفي عشان تسد ديونك اللي عند الناس. بقول لحضرتك ايه، اما يكلمك سلطفي امانه قول لي ستار بيسلم عليك ومشتاق لك قوي وما ينسانيش، ما ينسانيش بقى فيك فطير مشلتت وحته جبنه قديمه من بتاعه الصعيد. اخوانا لو سمحتوا مفيش داعي للزحمه دي، النتيجه لسه هتبان بالليل. يا اخويا النتيجه ممضيه من الصبح. بقول لك ايه، ابن اسمه كمال حسين، شوف لي النتيجه بتاعته ويبقى لك الحلاوه. طب ثواني. معلش يا ستي، عوضها السنه الجايه ان شاء الله. يا لهوي وشك نحس يا بيه، احب اشوف لك النتيجه يا بيه. لا بلاش انت، لما يجي الاخ التاني. يا بيه ما تخافش، قول لي اسم بس. ليلى عباس الدميري. ليلى عباس الدميري؟ وديني ماخد اقل من 50 جنيه.
طب بس شوف النتيجة الأول. ما النتيجة طلعت خلاص، دي الأولى على الدفعة. أنت متأكد؟ إيه اللي متأكد؟ خد اتأكد بنفسك، هي دي النتيجة. بوسة. شاكرين يا بابا. كده يبقوا 100 جنيه. طب خد خد كل اللي معايا، سيبني بس 2 جنيه للمواصلات، شكرا جزيلا. ماشي. وأنا يا أخويا شوف النتيجة فين؟ كده بقى 10 جنيه. 10 جنيه مش عارف. خلاص ما بقاليش كلمه لا في البيت ولا في الشركه. افهم بس يا محرم حصل ايه؟ ابنك استهان. عمل ايه؟ قولي ما عملش ايه. ابنك اللي انا جبته الشركه عشان اعلمه واوريه اول ما يشم نفسه ينطح فيا انا. معقوله؟ اه معقوله. ابنك بيقول يا هانم ان هو صاحب الشركه وان انا حيالله شغال فيها. انا يتقال لي الكلام ده؟ طب ما لطشوش بالقلم ليه؟ ما عادش ينفع الكلام ده خلاص. انا هسيب البيت ده وامشي دلوقتي حالا. معقوله هسيب البيت عشان سبب تافه زي ده؟ ده سبب تافه؟ ده سبب تافه؟ انت طول عمرك بتدافعي عنه. ها هتقولي ايه المره دي كمان؟ ابنك يا ست هانم راح جاب الواد الصايع صاحبه ده اللي اسمه سعيد وعينه في الشركه وانا ما اتكلمتش عشان ما هزش صورته قدام الشركه. يوم يجي يرفض احسن موظف موجود عندي ده عند بقى. خلاص يرجع وتتحل المشكله. لا يمكن. انا هسيب البيت ده ومش هرجع له تاني ابدا. هسيبني انا والولاد؟ تامر هيجي معايا. طب استنى، كل حاجه ممكن تتصلح. مفيش حاجه ممكن تتصلح. بيبرس عصبي ولسانه فارد، لكن طيب ده انت اللي مربيه. اه وتربيتي فيه فلحت قوي. هتخرب البيت يا محرم. اخرب البيت؟ البيت ما اتخرب خلاص. مش البيت بس، البيت والشركه وكل حاجه. معقوله اللي هتعمله ده؟ كل حاجه باظت وانا مش مستعد اقعد هنا عشان ابوظ حياه ابني. تامر مش ابنك لوحدك. لكن بيبرس ابنك انت لوحدك. انا مش مستعد لا انا ولا ابني نقعد دقيقه واحده في البيت ده مع بيبرس. البيت ده بتاعه ملكه، انا ماليش اي حاجه هنا خالص. النهارده قال لي انه صاحب الشركه، بكره هقول لي صاحب البيت. هتقسم البيت يا محرم؟ هتخلي كل حته في ناحيه؟ شوفي يا ناهد، لو انت عايزه تيجي معايا تعالي اهلا وسهلا، لكن اقعد هنا انا ما اقدرش اقعد ابدا. وعشان اريح ضميري عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. قسمي الشركه يا ناهد، التركه لازم تتقسم. خدي نصيبك انت وليلى وبعدي عن بيبرس ده خالص. ابنك يا ست هانم ساحب 1,000,000 جنيه في شهر واحد مش عارف وداهم فين. وجودك جنبه هو اللي هيوقفه عند حده. مفيش فايده، ما تحاوليش. مفيش حاجه في الوجود دلوقتي هتوقف بيه بس عند حده. انت بتقول ايه يا عم لطفي؟ انت متاكد؟ انا شفتها بعينيا. مبروك يا الف مبروك. انت بتعيط يا عم لطفي؟ من الفرحه، من الفرحه. انا مش قادر اتلم على ايدي، انا مش عارف اعمل ايه. انا اللي مش عارفه اقول لك ايه يا عم لطفي. انت وقفت جنبي كتير قوي، مش عارفه اشكرك ازاي. استنى بس يا محرم نتفاهم. ارجوك يا رهد، ده قرار نهائي مش هقدر ارجع فيه. بابا ماما باركولي، انا نجحت طلعت الاولى على الكليه. الف مبروك يا حبيبتي. مبروك. مبروك يا ليلى. في ايه يا بابا؟ وايه الشنط دي؟ تامر انتوا رايحين فين؟ ماشيين. ماشيين انا وبابا يا ليلى. ماشيين؟ ليه يا بابا؟ رد عليا. في ايه يا ماما؟ مفيش يا ليلى حبيبتي، انا كان لازم امشي من زمان. هو ايه اللي حصل؟ بيبرس زعل بابا وحرم منه. تقوم تسيب البيت وتمشي؟ ازاي يعني؟ ليلى حبيبتي انا مش عايز ابوظ عليكي فرحتك بنجاحك. هتفهمي كل حاجه بعدين. خلي بالك من بابا. يلا تم. في ايه يا ماما؟ فهميني ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ ألف ألف مبروك يا بيج سترايكس بوس. ايه ده؟ المكتب متفصل عليك بس انت كده 10 على 10. انا عارف هو كان بيتامر عليك على ايه يا عم، ده عامل من وراكوا فلوس قد كده. مش عارف يا سعيد،
انا حاسس يعني ان انا زودتها معاه شويه. زودتها ايه يا عم؟ انت هتفضل طيب كده طول عمرك؟ ما خلاص بقى، هو هيقعد على قلبها لحد امتى؟ المشكله انه فاكر ان هو اللي منجح الشركه دي. ما اعرفش، انا ممكن امشيها وانجحها احسن منه كمان. ده كان فاكر انه بيديني فرصه اشتغل في شركتي، شركتي انا يا سعيد. والله العظيم ثلاثه دي حاجه غريبه. انا يا ابني مش عايز اتكلم بس عشان المساله عائليه شويه، انما انا بقى بصراحه كنت هفرقع وهو ماشي عمال ينطر ويشخط يمين وشمال ومشيها ميري. مش عارف، بس مش عارف هو متعصب قوي ليه كده. كان ممكن يمشي الواد اللي اسمه محمود ده ويرضيني ومتبقاش في مشكله من اساسه يعني. الواد مش هو المشكله، المشكله اللي عند هو بيعاند. انت عارف انت لو قلت له انك ترجع الواد ده تاني هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا امشيه. مش عارف بس هو ماما ابتدينا الزن. هاي هاي يا ماما. يا ماما اسمعيني يا ستي، اديني فرصه اتكلم. ساب البيت؟ طب وانا مال؟ هو حر. يا ماما افهميني بس، جوزك كبر خلاص، اعصابه فلتت منه، ما بقاش طايق كلمه من حد. ايه اخد تامر معاه؟ ياخد تامر ليه؟ مش عارف الراجل ده مكبر الحكايه قوي ليه كده. ادخل ماما، انا عندي شغل مش فاضي، نتكلم بعدين بقى. وليلى كمان جت اهي. بعدين يا ماما. يا ستي بعدين بقى، مع السلامه. طب سيبكم انا بيبرس عشان تاخدوا راحتكم في الكلام، عن اذنكم. اتفضل. ازيك يا ليلى؟ كويسه. ايه اللي انت عملته ده يا بيبرس؟ ايه عملت ايه هنا؟ معقول تعمل كده في بابا؟ انا ما عملتش فيه حاجه، ده خلاف عادي جدا في الشغل. هو بقى اللي اتقمص ومشي، هو حر، موظف كان عندي ورفدته، ايه المشكله يعني؟ لازم يعني هو يعمل مشكله عشان هو اللي معينه. وماله، مش هو رئيس مجلس الاداره؟ يا ليلى يا حبيبتي، احنا خلاص ما بقناش صغيرين، كبرنا. انا ما انكرش بابا محرم كان شايل كل حاجه واحنا صغيرين واحنا اطفال يعني، لكن دلوقتي الوضع اختلف. انا ممكن امشي 10 شركات زي دي بسهوله جدا. بعدين ده راجل متناقض، مره يقول لي تعالى اشتغل معايا في الشركه عشان تشيل المسؤوليه وتبقى راجل، ولما اجي اشتغل معاه يقف قصادي. معقول ده؟ طب اسمع، انا جايه لك عشان تروح تعتذر له وترجعه البيت هو وتامر. ما تبوظوش عليا فرحتي، انا طلعت الاولى على الكليه. الاولى يا بنت الايه؟ عملتيها ازاي دي؟ ازاي ها؟ ده انتوا اتنين في الدفعه، عملتيها ازاي دي؟ مبروك مبروك يا قمر. انا بقى هجيب لك الهديه اللي انت عايزاها، شاوري على اي عربيه واجيبها لك على طول. هديتي انك تصالح بابا عشان خاطر. حاضر يا ستي، انا مستعد اروح واصالحه وابوس ايديه ورجليه كمان، بس بقى لو قال لي رجع الموظف ده تاني مش هيحصل. انا عمري ما اخد قرار وارجع فيه ابدا. اي خدمه يا فندم؟ امال حضرتك بتدوري على حد؟ لا ميرسي. لو سمحتي يا مدموزيل، هو استاذ محمود مش هنا النهارده؟ لا يا فندم، ده ما بقاش موجود هنا خالص، مع انه والله خساره. خساره؟ ايوه، بيبرس بيرفضوا. رفض محمود؟ هو محمود هو اللي